بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل من حيث وصلنا في المرة السابقة. هنيهة بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف، في المأذنين العلمين نكبي، واقصر بها واجمعي شل مغربي، واحطط وبت بها وأحيي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك. قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرعن في بطن وادي النار، وسر كما تكون للعقبة، فارم لديها بحجار سبعة، من أسفل تساق من مزدلفة، كالفول وانحر هديا إن بعرفة. أوقفته واحلق وسر للبيت، فطف وصل مثل ذاك النعت. قال هنيهة بعد غروبها تقف، أي بعد غروب شمس يوم عرفة تقف هنيهة، تقف هنيهة تصغير هنث، تصغير هنا وهو الوقت القصير. قال وانفر لمزدلفة وتنصرف، لونها بضرورة لأنها علم مؤنث، العلم المؤنث ممنوع من الصرف، وأصله أن يكسر بالفتحة، أن يكسر وعلامة كسره الفتحة. قال وانفر لمزدلفة، أي ينفر باتجاه مزدلفة إذا دخل الغروب، وتنصرف من عرفة في المأزمين العلمين نكبي. المأزمين كما ورد في النص هما جبلان، هما جبلان، واضح؟ تمر من بينهما وأنت ذاهب إلى المزدلفة، وأنت ذاهب إلى المزدلفة. لذلك قال في المأزمين العلمين نكبي، نكب أي جنب الانصراف إلى المزدلفة من غير ما بين الجبلين المذكورين. طبعا وهذا على سبيل الاستحباب، ليس من الواجبات، إنما هو يستحب لك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال واقصر بها واجمع عشا لمغربي، واقصر أي اقصر صلاة العشاء، صلها ركعتين، أما المغرب فلا تقصر، والقصر خاص بالصلاة الرباعية. قال واجمع عشا لمغربي، طبعا هنا يجمع جمع تأخير، ولا يؤخر يعني الصلاة بعد طعامه وشرابه، يقدم الصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا للعشاء بمجرد وصوله إلى المزدلفة. قال واحطط به، قال واحطط أي حط رحالك، واحطط يعني حط رحالك، القدر الذي يجب به المبيت هو قدر حط الرحال، يعني تنزل الرحل، طعامك، عشاءك، وضوءك إلى آخره، وتنزل. إن استطعت أن تقصر وتجمع مع الإمام فالحمد لله، وإلا ففي رحلك اللي هو مكان نزولك، يعني أنت في العادة الناس يركبون الحافلات، هذا هو رحلك الآن، الحافلة، لم يعد الرحل بمعنى اللي هو بيت المسافر الذي ينزل فيه، يعني يكون معه يعني من الأدوات والبيت الصغير الذي ينزل فيه. قال واحطط، هذا قدر الحط، هذا واجب، لابد أن ينزل ولا يكفيه المرور، لابد أن يحط رحاله، هذا هو القدر الواجب في منى. قال وبت بها، وبت من المبيت، وأحي ليلتك، طبعا تحيى الليلة بالعبادة والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. قال وصل صبحك وغلس رحلتك، وصل صبحك أي صل الصبح بمجرد دخول وقتي، لأن وراءك عمل كثير، فإذا دخل وقت الصبح صل الصبح وغلس رحلتك. التغليس هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل، يعني في وقت التغليس تذهب وتسير باتجاه المشعر الحرام. وصل صبحك وغلس رحلتك،
أي تبدأ بالسير إلى منى مرة بالمشعر الحرام وهو في مزدلفة في وقت الغلس، هذا بداية السير. وقف وادعو بالمشعر للإسفار، قف وادعو بالمشعر للإسفار، هو الإسفار الذي به ترى الوجوه وتعلم الوجوه. الآن الوقت يعني وقت إضاءة وإنارة، لا تلاحظ الغلس ولا تلاحظ الإسفار، ولكن تقدر لكل وقته، فتقف لغاية الإسفار وأنت في المشعر الحرام تدعو الله سبحانه وتعالى. قال وأسرعا في بطن وادي النار، هذا وادي النار هو وادي محسر، وادي محسر وهو بين منى والمزدلفة، وهو بين منى والمزدلفة، ولكنه ليس من منى وليس من المزدلفة، واضح؟ حياكم الله. طيب، وسمي بوادي النار، قيل إن رجلا اصطاد فيه في هذا المكان فأحرقته النار فسمي بوادي النار، هذا خبر لا نعرف صحته، هذا خبر. قال وسر كما تكون للعقبة على هيئتك التي نزلت بها من مزدلفة تسير إلى جمرة العقبة، فارمي لديها بحجار سبعاتي، أي ترمي في العقبة الكبرى، العقبة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، ووقت الرمي يدخل بطلوع الفجر ويستحب بعد الشمس، أي بعد شروق الشمس. قال فرمي لديها بحجار سبعتي من أسفل تساق، أي من أسفل هو من مزدلفة، تؤخذ الحجارة من المزدلفة، يستحب لك أن تأخذ الحجارة من مزدلفة. قال من أسفل تساق من مزدلفة كالفولي، وانحر هديا إن بعرفة، أي حبة أو الحصاة التي سترمي بها جمرة العقبة سبع حصيات بقدر حبة الفول، ومعروفة حبة الفول، إذا أصغر كحبة الحمص لا تجزئك. قال وانحر هديا إن بعرفة أوقفته، إذا كنت تصحب الهدي وأوقفته بعرفة فأين تذبحه؟ في منى، فتذبحه في منى. واحلق وسر للبيت، أي بعد الرمي احلق، بعد الرمي احلق، وسر للبيت فطف، أي تسير للكعبة، إذا رميت جمرة العقبة احلق فطف وسر، بعد ذلك بعد حلقك فاذهب إلى البيت للطواف، وهذا هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. قال فطف وصلي مثل ذاك النعت، وصلي مثل ذاك النعت، أي نعت الذي قلناه في طواف القدوم، كما قلنا تجعل البيت عن يسارك وتبدأ بالحجر الأسود، واضح، وتصلي بعده ركعتين على النحو الذي تم تفصيله في طواف القدوم، هذا معنى قوله وصلي مثل ذاك النعت، واضح. فإن لم يكن قد أوقف الهدي بعرفة فإن موقعه سيكون في مكة، الذبح سيكون في مكة. والآن الناس يعني في موضوع الهدي يعني تدفع وصلا وتهدي ما وجب عليك في موضوع الهدي، وهم يعلمون أنه هذا هدي وما أحكام الهدي، وهم بينهم وبين ربهم. طيب أقرأ. وارجع فصل الظهر في منى وبت إثر زوال غده ارمي لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات، طويلا إثر الأولين أخيرا عقبة وكل رمي كبرا، وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. قال وارجع فصلي فصل الظهر في منى وبت إثر زوال غده ارمي لا تفت، في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، في اليوم الثاني الذي هو اليوم الثاني من أيام العيد، ننتظر زوال الشمس للرمي،
فترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذن والرمي يكون بعد الزوال ولا يجوز قبله، وهو في النهار ولا يجوز في الليل، واضح؟ هذا وقته، فإن أخره إلى الليل فعليه دم، فإن أخره إلى الليل فعليه دم. طيب، قال إثر زوال غده ارمي لا تفت، اللي هو لا تفت أي إياك أن تفوت شيئا من هذه الأحكام، لا تخرج الرمي عن وقته، لا تفوته عن وقته. قال ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات. إذن عند الجمرة الأولى عقبها ترمي وتقول الله أكبر مع كل حصاة، ثم تقف مستقبلا القبلة وتدعو بما فتح الله عليك. خير الأدعية في ذلك الموطن ما كان خارجا من القلب، وحالة الاضطرار والانكسار، ودعك من البلاغيات والفصاحة والبيان وأنت لا تعرف ما تقول، تردد المفردات ولا تعرفها. قضية ليست موقف فصاحة وبيان، الله ينظر إلى قلبك واضطرارك وانكسارك. إذا وقف للدعوات، وهذا الوقوف قدر إصراعي سورة البقرة، قدر إصراعي سورة البقرة هي لقراءة الحجر. قال وقف للدعوات طويلا، أي ليكن وقوفك طويلا، ليكن وقوفك طويلا، يعني قدر إصراعي سورة البقرة لوليين، اللي هو جمرة العقبة الصغرى والوسطى. أخر عقبة، أما العقبة الأخيرة ترميها وتنصرف، الثالثة ترميها وتنصرف ولا تدعو، ترميها وتنصرف ولا تدعو. قال وكل رمي كبر، أي كلما رميت حصاة كبر، كلما رميت حصاة كبر. قال وافعل كذلك ثالث النحر، ثالث النحر اللي هو اليوم الثاني من أيام الرمي، اليوم الثاني من أيام الرمي. قال وزد إن شئت رابعا، قال وزد إن شئت رابعا اللي هو اليوم الثالث من أيام الرمي، اليوم الرابع من أيام العيد اللي هو اليوم العاشر ذي الحجة، فبيكون يوم 13 اللي هو الرابع، يكون يوم 13. قال وتم ما قصد، أي تم ما قصدنا بيانه من أحكام الحج، تم ما قصدنا بيانه من أفعال الحج. فهذه أفعال التي قصدنا إلى ترتيبها، ذكر لك الأفعال ثم كيف ترتب الأفعال، وقال إلى هنا تم ما قصد اللي هو الحج بهذه الأفعال، قد تم ما قصدنا بيانه. من عجز عن الرمي أناب وهدى ولكن لا إثم عليه. طيب إذا لم يكن عاجزا فعليه الهدي والإثم. من لم يرمي مع القدرة، عنده سفر، عنده موعد طائرة وترك، واضح، لا ينفعه التوكيل، لأنه شرط التوكيل العجز، واضح، شرط التوكيل العجز ولم يتحقق، فهذا قد أثم وعليه دم. أما العاجز فهذا يوكل وعليه دم ولا إثم عليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.